وأكدت وزيرة التضامن الجزائرية كوثر كريكو في تصريح بالمناسبة أن التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني شيمة فطرية، مشددة على التزام القيادة الجزائرية المستمر بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم. من جهته لفت وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي إلى أن عملية إجلاء المصابين الفلسطينيين يعكس تضامن الجزائر ومنذ الأزل مع القضية الفلسطينية وشعبها. طبعا نحن سعداء جدا باحتضان هذا الأطفال الذين عانوا الكثير، واليوم راهم يحسوا بالأمان في بلدهم الثاني الجزائر، ومرحبا بكل أشقائنا الفلسطينيين. والجزائر دولة سلام واستقرار وأمن الحمد لله، وبتعليمات من السيد رئيس الجمهورية اليوم مع زملائي وزير المجاهدين ووزير الصحة نستقبل الدفعة الأولى من المصابين والجرحى من قطاع غزة. هذه المرة استقبلنا هؤلاء المرضى، وطبعا كل ما يتم بصلة مع التكفل بهم مضمون في بلادنا، خاصة أننا سعداء بتواجدهم معنا، والجزائر كانت وستظل دائما مع فلسطين.